جسم الإنسان بطبيعة الحال هو بيعشق الطعام بشكل كتير كبير ويعمل على إعطاء الجسم القوة والصلابة والمتانة، ولكن هناك مشكلة قد تواجه أي جسم وهي مشكلة سوء الامتصاص، والمعروفة أيضا بعدم قدرة الجسم على الاستفادة من أي نوع من الأطعمة يلي بيحتاجها الجسم، وهون بتصير المشكلة الحقيقية. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع وشو هو سوء الامتصاص، يتفسر لنا هذا الموضوع أكثر، صرنا نرحب بالدكتورة ثواب الغبرة أخصائية التغذية. أهلا وسهلا فيك دكتورة، اشتقنا لك. وأنا كمان. أهلا وسهلا. بعد الصيفية ظريفة هلا على المدارس صرنا. أهلا وسهلا فيك دكتورة مرة ثانية، وخلينا بالبداية لنعرف شو هو سوء الامتصاص. هلا سوء الامتصاص هو شوي تعطل وظيفي لخلايا الطبقة الداخلية لأنبوب الهاضم، جزئي احيانا بيكون او كلي. نعم. يعني حتى هلا بيفكروا انه سوء الامتصاص ممكن يكون مرض وظيفي، ممكن اي انسان مثلا تعرض لفتره معينه انه انقطع عن جسمه الاكل، بعدين فات الاكل على جسمه مباشره بيلاقي الامعاء الدقيقه صار فيها تشوك، يعني انسان واحد معلق سيرون صار له فتره معينه، ببلشوا له تدريجيا يعني الاكل بالتدريج، واحد صار له صايم لا سمح الله صيام بسبب شيء معين عندي اياه، ويجي فورا على الاكل كمان بيعاني بفتره اسمها سوء الامتصاص لبين ما ترجع معه وتشتغل. نعم. والسبب الاساسي هو اللي نحن بنحكي عليه هو السبب المناعي، لانه احيانا كثير بيكون اي توتر او تهيج مناعي بتصير الكريات البيضاء بتهاجم الخلايا الظهريه بالانبوب الهاضم، بتبلش بقى عندنا مشاكل انه المصاصات تبع الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، حتى لانه كان بيكون في عندنا كمان نسبه امتصاص بالامعاء الدقيقه بالغليظه، بيكون تعطل وظيفتها لانه هي دابت الخمله الداخليه للامعاء. نعم. بس مين بيكون سببها؟ الكريات البيضاء بسبب خلل توازن بالجهاز المناعي. نعم دكتوره، خلينا نحكي في اعراض بتظهر على الاطفال خاصه، بتنبه الاهل انه في سوء امتصاص عند هالطفل ولا طبعا. لا طبعا اول عرض هو الخروج بيكون غير مهضوم غير متجانس، يعني بتلاقي الام الاكل مثل ما هو مثلا اكل على المستوى، بتلاقي مثل ما هو الاكل عم ينزل بالخروج، ما بتحس انه في شيء متجانس بالخروج، هي اول رقم. الرقم الثاني الذوبان الغير منطقي للجسم لانه ما عم يفتح شيء، يعني عم يؤدي وظائفه وبنفس الوقت الامداد الداخلي ما عم يتجاوز ال 10-20%. الشيء الثالث الالام الشديده اللي بمنطقه الانبوب الهاضم، الانزعاج من الاكل، عدم توازن الحركه الدوديه للامعاء، يعني الامعاء ما بتصدق امتى تصرف هذا الاكل لانه عم يهيج لحرب مناعيه داخله اول ما عم يفوت الاكل، فبتلاقي الاكل عقوبه بالنسبه لمريض الامتصاص سوء الامتصاص. احيانا بيكون الواحد مو حاسس على حاله، ما بيلاقي حاله الا عضلاته وعم دوب هيك بيعمل 100 تحليل وقصص وصير اخر شيء بيفكروا فيه انه مثلا نعمل هذا سوء الامتصاص، بيكون اكل 70 مره خبز ومعجنات ومعكرونه وعم بيعمل حرب عالميه بامعائه. نعم اكيد. اذا بنحكي عن المشكلات اللي ممكن تظهر لبعدين مع سوء الامتصاص، شو هي المشاكل اللي بتظهر معه؟ هلا هو كثير مشاكل، لانه تصوري جهاز مثلا عندك يا عم طالبي يشتغل وقود طاقي ما عم يفوت على جسمه، اول شيء تاكل البنيه الهيكليه بجسمه، فيتامين د ما عم يفوت، احماض امينه ما عم تفوت، فيتاميناته ما عم تفوت، بتلاقي بلش حتى شعره يرق، حتى بشرته عندك اياها ترق وتحس انه مناعتها صارت كثير قليله، العظم بينزل كثافته، يعني المفاصل بتنشف سوائلها، فبتلاقي مريض سوء الامتصاص ممكن يتعرض لاي مرض بعده عندك اياها بالنسبه لك، لانه هو صارت تغذيه اي عضو كان صارت سيئه. والنقطه الثانيه بيطلع انه مشكله هذا المرض انه انا عم باكل، طيب وين الخلل؟ ما بيعرف انه اللي عم يفوت عم يطلع فورا، هذا هو، وبعدين ما عم يعرف شو اللي ناقصه شو اللي زايد، وغير عالم التحاليل، وعالم التحاليل ما له سهل. تمام. طيب دكتوره، بس خلينا نعرف شو هو الاسلوب الخاطئ يلي بيؤدي لسوء الامتصاص بالجسم عند الاطفال حصرا، يعني في انواع تغذيه خاطئه، سلوك خاطئ، شيء بتؤدي الى سوء الامتصاص ولا لا؟ هي هيك الأطفال لا، هي أمراض مناعية قد يجوز يكون عندك يا استعداده الوراثي للطفل هو اللي مؤدي له أنه يصير سوء امتصاص، لكن في شيء بيهيج المناعة، يعني في أسباب
ما في شيء بيجي من لا شيء، بس اجمالا بيكون هذا الولد عنده قابليه ليصير سوء الامتصاص، وصاير عنده عم ياكل سليلاك وقصص وما منتبهين عم يعاملوه بالطفل مثل اي طفل ثاني وما بيعرف لازم يعبر. أيوة. لكن كل ما كانت الام شديده الملاحظه ومراقبه ابنها بتبين معها فورا انه هذا الطفل ما مو نموه سليم مثل اخواته. فالفكره هي بدها تنبه دكتور المراجعات الطبيب الاطفال بكل فتره وفتره يفحص له نموه. اذا تراجع ليش هذا الولد تراجع؟ مو كل شيء انه نحن عندنا مشكله بالشرق الاوسط، ابني ما عم ياكل بدي احشي له اكل خصبا عن راسه. هلا انا مثلا شغله مجروحه بايدي ما بقدر اقطع عليها، امسك سكينه واقطع مع فيها، فهون وقت بيكون عندي مشاكل تقرحيه ومشاكل هالقصص وعم فوت كميات واجباري عندي اياها. انا اول ابتين ثلاثه بقفل، فما بدي يكون قصريه مع جهاز الهضمي بقصر ادخال المأكولات. شيء ثاني في كثير هلا حاليا بنقول حل هالمشكله هي، يعني المشكله هي عندك يا بتتراوح بدرجاتها والكل بيفكر انه هو مرض مزمن بده يتعامل معه الطفل مثلا او البالغ بحميه اسمها حميه الجلوتين. هلا نحن بنقول هي حميه الامتناع فقط ممكن تكون عند وقت بيصير الشفاء، ما عاد انا بحاجه لها، لانه رب العالمين خالق لي جهاز الهضمي يطحن الصخر. يعني اذا ضل بدي ضل طول عمري على حميه امتناع مشكله، انا مو يعني اني انا نكتر اساسا الجلوتين. الانسان السوي ولا الانسان الصحيح لازم يمنعه من حياته، لانه هذا مرض عندك مثير للجدل للجهاز المناعي. اذا كان جهازي المناعي سوي بيعرف يتعامل معه صح، بس اذا كان مضطرب الجهاز المناعي ممكن يخربط بينه وبين اي جرثومه ثانيه، فيفرز كميات عاليه جدا من اللمفاويات بتقدر تاكل كل شيء داخل امعائي مع الجدار الداخلي للامعاء. هلا في كثير من الاشخاص بيقولوا انه سوء الامتصاص هو مدى الحياه وما له علاج، وهذا الشيء الخاطئ. هذا اللي جاي نحكي على السريع شو ممكن نحن نعمل شغلات بسيطه عندي اياها. اول شيء الحميه الامتناع، بدنا نعرف انه ذاكره الخلايا المناعيه عندي اياها بتتجاوز بين 6 شهور لسنه. يعني اذا صبر الانسان على حاله بحميه صارمه عندي اياها ضد منتجات القمح والجلوتين مشتقات الكازيين العالي مثل الحليب اللي هو هلا الحليب عندنا يا حليب الابقار كثير كله مضادات حيويه وهالقصص هي، وعنده اساسا في سكر اللاكتوز هذا كمان بيهيج المناعه. الفكره الاساسيه صبر شوي مريض سوء الامتصاص على حاله بيرجع يقدر يرمم الخلايا الجذعيه بخملته. الفكره بهي الحميه الامتناع أدع للأنبوب الهاضم قدرة أنه يرجع يعاود يشكل خلايا جديدة. فقط ما بيفوت الجلوتين وما في هيجان مناعي، مثل كيف بدي أقول أنا مثلاً تركت هالأوضة شوي ما عاد حطيت هلا عندي أوضة ضيوف بدي صلحها، ما بعزم ضيوفي عليها، فما بخلي شيء يهجم عليها. يعني عرفتي كمان لبين ما أنا رمم هالأوضة هاي، فأنا هاي بخليها هالخلايا هاي تتنمو وعلى اساسها بيصير صار عندي ذغابه سميكه. طب هلا انا بدي نبه جهاز المناعي انه هي وقت بتفوت ما بدي فوران، اسمه الانتظام المناعي. هون بقى بنصير مرحله الغذاء نفوت على الجسم شغلات منظمات للمناعه مثل ماده البان الذكر جير الصبار، هي الامور هي كلياتها تنظم المناعه. يعني مواد اللي فيها السيلينيوم، مواد هي مضادات الاكسده، بيصير الجهاز المناعي بيعرف انه انا ما في بحاجه اني اعمل ثوره داخليه داخل جهاز الهضمي اذا دخلت الخوف المادة. دكتوره اللي بيكون عند الامهات لما بيصير سوء الامتصاص مع الاطفال بعمر صغير اللي ما بنعرفوا بسكوته من هي، لانه تمام. هي عن جد ونحن عم نعد الطفل هلا هو بمرحله نمو، يعني صح. الخوف انه ياثر على نموه لبعدين، هي دائما السؤال. هذا الشيء فعلا ممكن ياثر على الطفل لبعدين؟ طبعا مخزون فيتامين د عم يتاثر، مخزون المواد الاوليه للجروس هرمون هرمونات الجسم كلها عم تتأثر طبعا. لذلك ليش بنقول الأم لازم تكون شديدة الملاحظة بهيك سن؟ دكتور الأطفال اللي عم يتابع مفروض الطفل يتعرض لو كل 6 شهور حتى لو ما صار عنده مرض إنه يشوف متابعة النمو عند طبيب صح. الفكرة اللي بدي أرجع أحكي عليها إنه أنا بدل ما خلصت أنا عملية الترميم وهالقصص هاي وبلشت أنا نظم الجهاز المناعي، الولد ممكن يشفى. تمام. وأنا واثقة من هذا الحكي. مو وبيعود اللي خسره دكتور؟ طبعا إذا كان رجع امتصاصه للأمور السليمة وهالأمور هاي كلياتها طبعا بيعود وبيرمم له الخلايا الجذعية وبيصير مثله مثل أي إنسان طبيعي. لكن الفكرة إذا كان عندي سوابق عندي ما كمان حتى لو طاب ولقى حاله إنه هيك مو ضروري يعرض
حاله كمان لكميات عالية من أنا معك هلأ في ملاحظة حتى قلتيها أنه أنا شو بتصرف مع ولد يعني ممكن يأكل بسكوتة من رفيقه وهالقصص هاي. أنا بقول أصعب حميتين على أخصائي التغذية وعلى أي مريض هن حمية الكلية وحمية سوء الامتصاص. يعني هاي بدها تكون في وعي، يعني بدها تكون في وعي من آنستو اللي تنبه الآنسة إنه لا تضيفوا بهالقصص هاي، لأنه هاي بكون مثلاً صلوا حمية 5 شهور عم يعمل عليها بيجي فيه أو بيضيفوا ياها هي مو قصة كمية، يعني هي مو حمية كمية مجرد دخولها تذكر الخلايا المناعية بالذاكرة تبعها. فهي القصص هاي كلياتها إذا تراعت هالملاحظات الدقيقة كل الأمور بتنفذ بسلام. طيب دكتورة إذا نحن يعني ما خلينا الولد يوصل لمرحلة نقص الفيتامينز اللي ذكرتيها، فينا نحن نعطي أدوية؟ طبعاً هلا حسب درجة سوء الامتصاص، حتى لو معه سوء امتصاص فينا نعطي فيتامينات؟ نعم فينا نعطي طبعاً. هلا شو هلا حتى الإنسان عامل عملية معدة مثلاً أو عامل هي وما عاد صار في امتصاص، في عمليات كلها بتحول لك المجرى هي مثل ما بيقولوا مثل نفس نتيجة سوء الامتصاص، عم يسأل إنه امتصاص مواد معينة حساب مواد. هاي كتير عنا في شيء بالعلم التغذية اسمه التغذية الوريدية، يعني مريض سوء الامتصاص مو غلط انه مثلا طفل انه كل شهرين ينعطى إبرة فيتامين د حسب توصية تركيز الطبيب شو بيحط له تركيزه، مو غلط ابدا نشيك على فيتامين بي 12 بجسمه للولد، مو غلط ابدا نشيك على بعض الامور اللي بقدر انا فوتها وريديا. هي اول نقطة لبين ما ترجع الامعاء الدقيقة تمتص. الشيء الثاني في بدائل، يعني هلا في عنا رب العالمين خلق لنا بدائل، في احيانا مواد انا عندي امتصاصه بتكون عندي يا زيرو، بس في مواد ثانيه امتصاصه احسن من مواد ثانيه. نرجع نراعي عمليه عدم التنافس، يعني في هلا مثلا نحن عندنا بغض النظر انسان عنده سوء امتصاص ولا لا بفوتوا لي هالفيتامينات مع بعضها، دخول بجوز ما يكون عنده نقص فيه بالضبط، دخول عنصر عالي بالكالسيوم مع عنصر عالي بالزنك نافسوا بعضهم لا فات هذا ولا فات هذا، لانه حتى عم نعاني من سوء الامتصاص نحن كناس طبيعيين بسبب عالم الفوضى بادخال المكملات الغذائيه بجسمنا. بعدين نحن صار عندي يلا منسفة حبه ما بنفوت بنلاقي على علبه الدواء ذاتها 70 فيتامين و70 مينرالز معدن وما معدن وكلهم بيعملوا هدول تنافسيات مع بعضها، وعلى المدى البعيد بيكسل امتصاصي لها بالمصادر الطبيعيه. وانا ضد هلا انا جد نحن لازم نمشي على حرب على هاي المكملات اللي هي اللي عم تفوت بطعمه وبلا طعمه، لانه عم تنقص لي امتصاصي الطبيعي لاي مصدر طبيعي. وحتى رب العالمين خلق لي الامتصاص لكل شغله بوسط معين، يعني الفيتامين اللي بيدوب بالاوساط الدهنيه غير الفيتامين اللي بيدوب بالاوساط المائيه، هذا بينافس هذا ما في عنا نحن بنفوتهم كلهم. يلا فكر اذا اخذنا حبه خلاص نحن قدينا حق جسمنا علينا، وانا ليش لساته عم يتساقط شعري؟ انا عم باخذ فيتامينات، انا عم باخذ، كل وحده الى وسطها وكل وحده الى عالمها. يعني انا ما افوت بهذا الموضوع وحتى ما شوش حالي وصير بعالم هذا بينافس هذا وهذا ما بخلص. الله خالق لي مصادر طبيعيه، يوم بيكون عندي عوز شديد بروح بقرا عن هذا العنصر اللي انا ناقصني، وانا بروح بعوضه بطريقه مريديه بطريقه طبيعيه حسب ما يكون عندي هذا الموضوع. بس نحن حتى سوء الامتصاص اليوم عم نحكي عليه مو جاي بس للناس اللي هي الامراض المناعيه، صاير عنا من كتم واكلنا هو مصنع وميت، يعني صارت بس عامله اياها تخمر بالامعاء اكثر ما هو امتصاص صحيح بالامعاء. طيب دكتوره للناحيه الوقائيه شو بتشوفي؟ الام لازم تعمل تحاليل دوريه للطفل اذا بدنا نقول كل 6 شهور او حتى تحاليل سنويه لتضمن يمكن سلامه صحه جسم الطفل؟ هلا كل زياره طبيبه اطفال وهي مثلا عندها مراجعه بعد 6 شهور بتقول له للطب تسال طبيبه قديش ابني لازم يطول بهالفتره حتى احس حالي انه هو طبيعي، قديش وزنه لازم يزيد بهالفتره حتى يكون طبيعي. عند دكتور الأطفال مؤشر طول وعنده هاي بينبهها وبيوعيها على القصة، بتنتبه على خروجه هاي الوقائيات، لأنه أنا انتبه أول 2-3 شهر غير وقت بتكون فتنة محمية 4 سنين عم يأكل الولد سيليلاك وحليب وهيك، بعد 4 سنين لأكتشف أنه سكون تدمرت الخلايا الداخلية بجدار الأمعاء الدقيقة تبعه. فأنا اللي بيقول عندك يا أول شيء الاستفسار يعني نقعد عند الدكتور نسأل نقيم نحط، احيانا بيفرق معنا مريض عن مريض هو اللي بيعصرنا مخنا، يعني انه ما نقعد هيك متفرجين لانه هي مو مهنتي، عرفت كيف؟ لا لازم تثقف هذا ابنك هذا الامور، هي اول نقطه. النقطه الثانيه الوقائيه عندك اياها انه يكون في تشييك عندي اياها لبعض المواد اللي هي الاساسيه مثل فيتامين د، هذا فيتامين د لازم يكون عند الطفل سوي لانه هو حيكون ياشر هذا الموضوع على نموه وهالقصص هي.
مراقبة خروجه للطفل، إذا كان في شيء مو طبيعي عم يخرج بشكل معدة فارطة، إسهال مرة عد إمساك مرة، الخروج غير متوازن، فوراً على طبيبه يعني نعرف شو القصة. النقطة الثانية واللي أحلى شيء، لا نعود كثير اولادنا من الصغر على سكر وقمح، ما لها يعني. انا في عندي مريضه او ام بالاحرى ببلاد برا بفهمون انه اذا الولد لسه ما بيعرف طعمه السكر لا تفوتوا له السكر لبعد شيء تقريبا سنه ونص من عمره. تمنع عن ابنه نهائيا احساسه تحفيز لحاسات بتحفز فيها انك انت لقيتي هذا المذاق حلو او هذا المذاق. هذا الولد اذا كبر للسنه ونص ولسه ما بيعرف، نحن فورا نحن بنحط له سكر وما بنصدق امتى العسل، والعسل ما لازم يفوت الا بعد سنتين من عمره، وشوكولاتات وسيريلاكات وهالقصص هي نلاقيه بلع اول لقمه، يا خي خلصنا من هالقصه، هذا بحبه وهذا ما حبه، الشيء الطبيعي بزقه خلاص يلا ما عاد بدنا نروح على هي. منعود أولادنا على استزواء المواد السامة من صغرها، فبتصير حساساتها شديدة كتير إلها. أكيد. هذا ما إذا عدى السنة ونص وحساس الذوقي تبعه ما بيعرف السكر ولا شيء، حتى لو صادف السكر بعد فترة ما حيكون أبداً محبب لإله. أها بعد السنة. سنة وشوي. سنة وشوي يعني حتى وبلا بالمرة معلش ما بيعرفه يعني. هلأ لو بتعرفي حليب الأم ماله محلى، ما له محلى اطلاقا، هو الطفل يبلش يشوف اي شيء محلى. امتى بصير بلش بقى يقلل من طلب حليب امه؟ لما بيعرف طعمه السكر. فهون بقى المشاكل بتبلش بقى المعجنات والحلويات والهي، بعدين بلاقي ما عاد اكل شيء غير هدنكه يعني. تمام. بعدين بده يصير معه سوء الامتصاص يعني. بعد شر عن قلب الكل، معلومات اليوم كثير قدمتي لنا اياها دكتوره ثواب الغبره، نحن كثير بدنا نتشكرك وان شاء الله الله لا يقدر حدا. امين يا رب، ويسلم كل وحده اولادها باذن الله تعالى. اكيد. شكرا لك دكتوره. ألف سهلة حياتي.